رئيس السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام أنا بولس اللي هو اللي اعتبر نفسه لما جه يتكلم عن نفسه قال إن لمثل السقط لأني لست أهلا أن أضع رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بيشهد الشهادة الحق إن هو شاف المسيح القائم من الإيه؟ من الأموات. وتخلوا بالكم إن المسيح أما ظهر للتلاميذ يقول كده أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة. وأما توما جه شك ظهر له مرة تانية مخصوص وقال له يا توما هات اصبعك وتعالى حطه في اثر المسامير وهات ايدك وحطها في مكان الجنب المجروح لان ولا تكن غير مؤمنا بل ايه؟ ليه قال له كده؟ ليه ما سابش واحد زي توما يشك او يصدق زي ما التلاميذ صدقوا؟ لان كان لازم يشوفوا ان المسيح قام بروحه؟ لا، قام بالجسد قيامة كاملة، لأن مفيش حد أخذ الجسد الممجد غير المسيح اللي هو قام بقدرة ذاته. يعني مثلا أليشع أول واحد هل مات تاني ولا ما ماتش؟ مات. طيب المسيح نفسه أقام ابن أرملة نايين وابنة يايروس وأقام لعازر، لكن رجعوا ماتوا ولا لأ؟ يبقى كل انسان ممكن ان هو يموت ويجوز عليه الموت، لكن المسيح الوحيد اللي قام من الموت بقدره ذاته والموت ما افسدش فيه حاجه. وعشان كده شهد مش بس بولس، لا ده بيقول كده ال 12 شافوه، وقلنا الاثنى عشر ما كانش في وسطهم يهوذا لكن اسمهم مجموعه الاثنى عشر، مجموعه التلاميذ يعني، وكمان السبعين رسول والخمسمية أخ اللي أكثرهم باقي، بيقول إن كل دول شافوا المسيح القائم من الإيه؟ من الأموات. ليه بيقول لهم كده؟ بيقول لهم فسواء أنا أم أولئك، أي 11، فسواء أنا أم أولئك، أنا اللي هو بولس الرسول، أولئك اللي هم الرسل أو الخمسمية أخ أو كده، هكذا نكرز. يعني إحنا كرازتنا كلها قايمة على إيه؟ ان المسيح مات من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. لو هو ما قامش يبقى احنا تبررنا؟ لا، يبقى هو مات زي بقيه الانبياء، يبقى خلاص الموضوع ايه؟ قلص على كده. فبيقول هكذا نكرز وهكذا امنتم. يعني ايمان المستقيم بتاع اهل كورنثوس في الاول كان ان المسيح مات وقام من الاموات، ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات؟ لو كان المسيح قام فعلا من الأموات، إزاي بقى ابتدت مجموعة من أهل كورنثوس يرجعوا ويقولوا لا ده ما فيش حاجة اسمها قيامة أموات؟ أنتوا خدتوا بالكم هو هنا عمل إيه؟ في البداية أثبت لهم أن المسيح كان قائم من الأموات، وبعدين بيكرزوا أن المسيح قام من الأموات. يجي بعض من الناس اللي احنا قلنا زي اللي كانوا من أصل صدوقي اللي هم لا يؤمنوا بالأرواح ولا يؤمنوا بأن في خلود، أو الناس اللي هم في الفلسفة اليونانية أو الغنوسيين اللي كانوا بيؤمنوا أن الإنسان بينتهي بانتهاء حياته على الأرض زي الدورة البيولوجية العادية بتاعت الدودة ولا اي حيوان موجود وبينتهي الانسان على كده. فلو المسيح ما ماتش يبقى الانسان زي بقيه اي حيوان من الحيوانات اللي موجوده، ويبقى ايه؟ هينتهي حياته. فبيقول لهم لو ما كانش المسيح اللي احنا بنكرز بيه قام من الاموات، فازاي فيكم ناس بيقولوا ان ما فيش قيامه من الاموات؟ هم بيقولوا ليه ما فيش قيامه من الاموات؟ عشان يبتدوا يعملوا الحاجه اللي في نفسهم، لنأكل ونشرب لأننا إيه؟ غدا نموت زي ما هيجي في نهاية الأصحاح. فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام. لو إحنا ما فيش حاجة اسمها قيامة من الأموات، طب هيبقى إيه الهدف إن المسيح يتجسد
ويموت ويتصلب ويقوم اذا كان اساسا ما فيش قيامه من الاموات. احنا اساسا بنعتمد عشان ايه؟ بنقول دفن معه بالمعموديه التي فيها ايه؟ اقمتم ايضا. يبقى في المعموديه فيها دفن وفيها قيامه. لكن لو ما فيش اساسا قيامه هيجي بعد كده كمان يتكلم ايه؟ عن المعموديه. فيقول فان لم تكن قيامه اموات فلا يكون المسيح قد قام. يبقى الناس اللي بتشهد ان المسيح قد قام دول كلهم شهود ايه؟ زور. فان لم تكن قيامه اموات فلا يكون المسيح قد قام، وان لم يكن المسيح قد قام فباطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. يبقى احنا ايه الايمان بتاع المسيح؟ ايه الايمان اللي احنا بنؤمن بيه؟ لو كان المسيح ما قدرش ان هو يخلصنا وجاء بسبب الخطيه مات وما قدرش ان هو يقوم، يبقى فين الخلاص اللي احنا بنكرز بيه؟ او اي سبب احنا هنعيش على اساسه على وصيه المسيح؟ احنا بنقول كده افعل هذا فايه؟ فتحيا. طب ازاي تحيا وانا هموت بعد بكره؟ فهنا بيقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطله كرازتنا. يعني ايه الهدف بتاع الكرازه؟ ان احنا عمالين نقول المسيح صلب وكبر ثم ايه؟ قام. يبقى احنا بنكرز بكده ليه؟ اذا كان مفيش قيامه يبقى انا هستفاد ايه من قيامه المسيح؟ وباطلا ايضا ايمانكم. يبقى الايمان اللي انتوا بتؤمنوا بيه ده ان احنا بنؤمن بالمسيح، بنؤمن بالمسيح، يبقى هذا الايمان برضو ايه؟ باطل. لان احنا بنؤمن ان ابن الله تجسد من اجل خلاصنا واخد جسد انسان وبعدين عاش في الحياه كانسان عادي وبعدين اخذ الحكم بتاعنا اللي هو حكم الموت واعطانا الحياه اللي فيه. فهو شال عننا حكم الموت واما قام ادالنا القيامه عشان احنا نحيا في ايه؟ في القيامه. طب اذا كان هو مات وما قامش يبقى ايه الايمان اللي احنا بنؤمن بيه؟ يبقى باطلا ايه؟ ايمانكم. ونوجد نحن ايضا شهود زور لله، لاننا شهدنا من جهه الله انه اقام المسيح وهو لم يقمه ان كان الموتى لا يقومون. يبقى ساعتها ال 500 اخ وال 12 رسول وبطرس وكل ال 70 رسول كمان كلهم شهود ايه؟ شهود زور، بيقولوا ان الله اقام المسيح. لان احنا بنتكلم هنا عن ان الله اقام المسيح، المسيح بنتكلم على اساس ان هو مات بالجسد، لكن هو مات بالروح؟ لا، لان لاهوته لم يفارق ناسوته، وعشان كده لا تدع قدوسك يرى ايه؟ فسادا، لم يصل الفساد الى المسيح. ونوجد نحن ايضا شهود زور لله، لاننا شهدنا من جهه الله انه اقام المسيح وهو لم يقمه ان كان الموت لا ايه؟ لا يقومون. يبقى هنا عقيدتنا المسيحيه مش بس ان احنا بنؤمن المسيح جاء لينا على الارض واتصلب ومات، لازم كمان يقول ايه؟ وقام من الاموات في اليوم الثالث كما في كتب. يبقى في اول حاجه اثبتها لهم بشهاده الشهود، تاني حاجه اثبتها لهم ان هي بحسب الكتب والنبوات، وتالت حاجه اثبتها لهم منطقيا كده. لو احنا اساسا بنؤمن بالمسيح ان هو مات بس، يبقى ايه الهدف؟ يبقى ايه؟ يبقى باطل هذا الايمان. ايه الهدف ان احنا بنؤمن بانسان مات؟ احنا بنؤمن بيه لانه مات وايه؟ وقام. لانه ان كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. المسيح اما قام اخذ شكل جسد ممجد، الجسد الممجد اللي هو ما بيجوعش، ما بيعطش، ما بينامش، ما بيتعبش، ما فيش جوع ولا مرض ولا تعب. ده الجسد الممجد، ما بتمشيش عليه القواعد بتاعه الطبيعه، لان ما دخل والابواب ايه؟ مغلقه. ان كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. يبقى هنا ابتدى يثبت لهم مره تانية لو ما فيش قيامه من الاموات يبقى المسيح برضو ايه؟ ما قامش. لكن هو اثبت لهم في الاول ان المسيح ايه؟ اثبتها لهم عن طريق ايه؟ تلات حاجات. اول حاجه شهاده الشهود اللي هم مين؟ الرسل وال 500 اخ وال 70 رسول ال 12 ال 12 والرسل وال 70 رسول والصفا، وكمان
هو نفسه بعد ما ظهر له المسيح يبقى هنا دول شهادة الشهود. ايه الحاجة التانية؟ من خلال الكتب المقدسة، ان الكتاب نفسه المقدس بيقول ان هو هيقوم في اليوم الثالث. طيب والنبوات، وبعدين يجي في الاخر يقول كده ان هنا ان كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح ايه؟ قد قام. يبقى هنا في قيامة للاموات ولا لا؟ وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلا إيمانكم وأنتم بعد في خطاياكم. ليه بعد في خطاياكم؟ الخلاص تم إزاي؟ بأن المسيح أخذ جسد وشال عنا عقاب خطايانا. طب بعد ما أخذ عقاب الخطايا، أجرة الخطية هي إيه؟ موت. فالمسيح مات، لو ما قامش يبقى إحنا خلصنا؟ يبقى الخلاص لم يتم. ليه؟ لان الموت جاز عليه زي ما جاز على جميعنا، لكن هنا المسيح قام من الاموات، وعشان كده احنا بنقدر نقول اين شوكتك واين غلبتك. يبقى مفيش حكم للخطية علينا، مش هتقدر الخطية تمسكنا تاني وتموتنا مرة تانية. وعشان كده اللي مش بيؤمن بالمسيح يفضل في الايه؟ في الخطية. اللي مش بيؤمن بان المسيح قد قام تفضل عليه الخطية بتاعته. أنتم بعض في خطاياكم، دي يعني أكتر إعلان أن المسيح انتصر على الخطية أن هو إيه؟ قام من الموت. بالموت داس الموت. طيب والذين في القبور، أنا عم بعمل أني قبور بقى؟ الناس اللي كانت عايشة في شهواتها وفي خطاياها وفي ملذاتها، ادالهم الحياة الأبدية. الحياة الأبدية اللي هي ان هم يعرفوا ابن الله ويعرفوا ان هو تجسد ومات وقام من اجلهم. وبعدين يقول اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا. يبقى لو اي واحد، لو المسيح ما قامش، واحد امن بالمسيح ومات وهو في خطيته زي ما هو، ما فيش خطيه اتغفرت ولا حاجه، هيبقى ايه؟ هلك. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يعني لو المسيح بس جه من أجل إن هو يدي بعض القواعد الاجتماعية اللي إحنا نعيش بيها، ونعيش بيها فترة الحياة في الدنيا بس، هنبقى أشقى جميع الناس. ليه؟ لأن بيقول لك من أخذ الذي لك فلا تطالبه. يبقى أنت هتعيش إيه؟ ملطشة للناس. طب الهدف في الاخر ايه؟ اذا ما كانش في حياة ابدية هتجازى فيها. ويقول لك تمتنع عن كل خطية، واحبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم. طب يبقى انت كده هتعيش تعبان في وسط الناس. ده بيقول لنا كده اكتر ايه؟ طوبى لكم اذا تردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل كلمة شريرة كاذبين. افرحوا وتهللوا ليه؟ طب لو ما فيش سماوات، يبقى انتوا خلاص اخدتوا التعب بس على الارض ومفيش سما. يبقى انت اذا كان عشان كده لو واحد بس مش عايز من المسيح غير ان هو ينجيه من فترة الدنيا دي بس، تبص تلاقي يقول لك انت اشقى جميع الناس. ليه؟ لان كل الوصية بتاعته هتعيشك تحت ضغط، لان انت موجود لعلامة تقاوم. الناس هتقاومك، الشيطان هيقاومك. طب انت لو انت ما كنتش مؤمن بالمسيح من قلبك وكان ليك في الاخر حياة ابدية، يبقى انت استفدت ايه؟ يبقى ضيعت الحياة على الارض وما استفدتش بحاجة فين؟ في السماء. وعشان يقول كده ان كان لنا فقط في هذه الحياة رجاء في المسيح يسوع، في المسيح، فاننا اشقى جميع الناس. لان واضح ان المسيحيين دايما ايه؟ مضطهدين. لو كنت مضطهد وفي الاخر مفيش حياة ابدية، هتتحمل الاضطهاد ليه؟ هتتحمل الألم ليه؟ يعني أنا دلوقتي بصوم وبصلي وبنقعد أغلب السنة صايمين، وبعدين نيجي في الآخر نقول لك مفيش حياة أبدية، طب وما أنا هصوم ليه؟ أتعب نفسي ليه؟ لو أنا ده النهاردة حد جه أخد حاجة مني أو اعتدى على جزء من ملكيتي، هسامحه ليه؟ إذا ما كانش في حياة أبدية. إذا حد أخطأ فيا، انا منين هغفر له اذا كان انا ما اتغفر ليش؟ لكن احنا دايما بنشترط على نفسنا، نقول اغفر لنا كما ايه؟
طب انا لو ما اتغفرت ليش الخطية وبعد كده ما فيش حياة تانية بعد الموت، ايه اللي هيخليني اعمل وصية زي دي؟ ايه اللي يخليني اغفر للناس؟ ايه اللي هيخليني ان انا اعطي طالما ان انا ما فيش؟ بيقول كده اعطوا ها تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا، امتى؟ في الارض. طب اذا ما كانش في سماء هندي ليه؟ يبقى هنا ان كنا في هذه الحياة فقط في نرجو المسيح يسوع فاحنا اشقى جميع الناس، ولكن الان قد قام المسيح من الاموات وصار بكورة الراقدين. اول حاجة كلمة بكورة دي يعني ايه؟ كان في عيد، اول حاجة عيد اللي هو عيد الفصح، وبعده بثلاث ايام يبقى عيد البكورة. البكورة دي اللي هو اول اطفى من الحقل دي تبقى الايه؟ البكورة. وبعد عيد البكورة ده كمان يجي في الاخر عيد الخمسين اللي هو اللي اصبح عندنا دلوقتي عيد حلول الروح القدس. البكورة يعني بداية الناس اللي قاموا، لان ما فيش حد زي ما قلت لكم قام واخد الجسد الممجد غير مين؟ غير المسيح. فهو بكورة الراقدين. يعني ايه كمان بكورة الراقدين؟ يعني كل واحد بعد كده هيقوم في اليوم الاخير هياخد جسد شبه جسد مين؟ المسيح. لكن الان قد قام المسيح من الاموات وصار بكورة للراقدين. ازاي؟ فانه اذا الموت بانسان، مين الانسان ده؟ عن طريق ادم، مش الموت دخل للعالم عن طريق ادم، وابتدينا كل انسان يتولد من ادم يرث الايه؟ الموت، يرث الموت ويعيش، يبقى عليه حكم الموت بانسان ايضا قيامه الاموات. مين الانسان الثاني؟ المسيح يسوع. يبقى زي ما احنا عن طريق ادم الاول متنا، عن طريق ادم الثاني اللي هو مين؟ المسيح، هننال الحياه الابديه وقيامه الاموات. ليه بقى الحته دي؟ لان زي ما قلت لكم كده المسيح اتولد من نسل ادم، وقال له كده نسل المراه يسحق راس الحيه. ايه مين هو الحيه؟ الشيطان. الشيطان جذب ادم عشان يقع في الخطيه، وبالخطيه حكم علينا بالايه؟ بالموت. فهو جه المسيح وتنفذ فيه حكم الموت وهو بلا خطيه عشان يدلنا احنا الحياه الابديه. يبقى هو حكم عليه حكم الموت وادلنا احنا الايه؟ الحياه. فكل واحد متصل بالمسيح في جسد المسيح هيكون له ايه؟ الحياه الابديه. فانه اذ الموت بانسان ايضا، بانسان ايضا قيامه الاموات، لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع. هل الجميع معناها ان كل الناس؟ لا، المؤمنين باسمه. ليه؟ لان كل واحد امن بالمسيح اصبح عضو من اعضاء جسد المسيح، فما يقوم المسيح يقوم معاه بقيه اعضاء الجسد كله اللي هم كل الناس المؤمنين باسمه واللي مستنيين خلاصه، اللي سمعوا كلامه وعاشوا في الايمان فتره حياتهم على الارض. ولكن كل واحد في رتبته، المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. المسيح الاول وبعدين رتب. بقى عارفين يقولوا ايه؟ ده في رتب كتيره موجوده. رتب ايه يعني؟ تبص تلاقي زي الرتب العسكريه، يقول لك ده لا ده فريق، ده لواء، ده عميد، ده. طب كل واحد بحسب ايه بقى؟ اعماله. كل واحد بحسب اعماله، كل واحد ياخد رتبه. ويجي في مكان تاني يقول لان نجما يمتاز عن نجم فين؟ في المجد. يبقى كل واحد بحسب العطاء بتاعه وبحسب المحبه بتاعته وبحسب اخلاصه وبحسب تنفيذه لوصيه ربنا ياخد مكانه افضل من الباقيين. ولكن كل واحد في رتبته، لكن مين الراس؟ المسيح. وبقيه الجسد بعد كده يقوم كل عضو في موقعه على حسب ما اعطي وعلى حسب ما كان امين. بيجي بعد كده يتكلم عن ايه؟ احنا وصلنا لايه؟ 23 24 بقى.
وبعد ذلك النهاية، يعني بعد القيامة العامة وكل واحد ياخد الرتبة بتاعته، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. هنا مين رئيس العالم دلوقتي؟ الشيطان. طب وبعد انتهاء العالم سيرمى الشيطان فين؟ في البحيرة المتقدة. طيب هيبقى في رئاسات تانية؟ لا، مفيش رئاسات تانية. هنا في قوة شر موجودة، وممكن الشيطان بسبب قوة الشر دول يجذب الناس للخطية ويوقع الناس في الخطية، لكن في السماء هتكون في قوة غير قوة الله؟ لا، مش هيكون في تانية. يبقى كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة هتبطل في المجيء الثاني للمسيح. يجي بعد كده المسيح يسلم بقى الكل ده لمين؟ لله الآب، نائبا عن البشرية. يعني ايه؟ هينوب عن البشرية كلها في ان هو يسلم الخضوع لمين؟ لله الآب. بعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. مين هم جميع الأعداء؟ الشياطين والناس الذين أطعم. لأن المسيح نفسه قال مثل، قال ممكن يكون أشبه لكم ملكوت السماوات مثل إنسان ملك راح يحارب، وبعدين أما أخذ المكان اللي كان بيحارب فيه قالوا أما هؤلاء العبيد الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم وإيه؟ اذبحوهم قدامي. ليه؟ لأنهم لم يقبلوا ملكوت الله. يبقى في ناس مش هتقبل ملكوت ربنا هنا على الأرض، وهيقاوموا ملكوت ربنا، وهيحاولوا بسلطانهم وبقوتهم وبرياستهم إن هم يبطلوا عمل ربنا في الأرض. لكن في المجيء الثاني هيحصل إيه؟ هيجوا بقى يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على الأرش. وبعدين يجي يقول كده يجب أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت موطئ إيه؟ قدميه. دي جت في المزمور اللي هو إن جميع أعدائه سيصيرون تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت. ليه آخر عدو؟ لأن طول ما احنا في العالم ممكن الإنسان وهو عايش يعمل خطية، وكل ما حد عمل خطية هيكون عليه حكم الايه؟ الموت. لكن أما يصبح مفيش قائد للشر ومفيش رئيس لهذا العالم ومفيش جسد يجرنا للخطية، هيبقى مفيش خطية، فمش هيبقى فيه موت. وعشان كده آخر عدو يبطل هو ايه؟ هو الموت، لأن هو أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. معلش الحتة دي فهموها ببساطة كده، هو أصل بولس الرسول أول حاجة بيقول أخضع كل شيء تحت قدميه، يقصد بها مين؟ ربنا يسوع المسيح أخضع كل شيء تحت إيه؟ قدميه، يجعل كل عداءه عند موطئ قدميه. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، أخضع دي مبني للإيه؟ مقصودة بها مين بقى؟ لا، أخضع واضح أنه قد فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. أخضع له لمين؟ لأخضع له لله الآب. يعني المسيح بعد ما هيخلي الشيطان يخضع وكل العالم هيخضع للمسيح ويصير كلهم جسد، يبقى جسد المسيح وهو الرأس، هو نفسه هيخضع لمين؟ لله الآب. لأن هو بيقول إيه؟ لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. طيب وبعدين يجي في مكان تاني، هل معنى كده أن الله الآب أعلى من الإبن؟ لا. ليه؟ لأن هو بيقول كل ما هو ليه فهو لك، وما هو لك فهو ليه. ولكن الابن بحكم تجسده أخضع كل شيء للابن، وبعدين خضع هو نفسه لمين؟ لله الآب. في مثل حلو خالص كده سمعته هقوله لكم يقرب لكم الصورة. واحد أمير وابن ملك،
امير وابن ايه ملك، وبعدين خرج على جيش عشان يحارب مملكه. بعد ما خرج وحارب ورجع منتصر، رجع يقدم الخضوع لمين؟ للملك، ويسلمه وبعدين الملك بقى يقوم ويجيبه ايه؟ يقعده في يمينه. طبعا المسيح ملوش يعني من رآني قد رأى الآب، مفيش الموضوع ده بالنسبة للمسيح، ولكن هنفتكرها كده ان كله خضع للمسيح والمسيح خاضع للآب، لكن هو والآب ايه؟ واحد. متى اخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل، اللي هو مين؟ الآب، كي يكون الله الكل في الايه؟ الكل. هنا كلمة الابن معناها الابن المتجسد. ليه الابن المتجسد؟ لان المسيح اما تجسد اخد صورة عبد صائرا في شبه الناس، ولكن اذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الايه؟ الصليب. وبالصليب بالموت داس الموت، لان اخر عدو يبطل هو ايه؟ الموت. فبعد ما اخضع الكل راح هو كمان يخضع لمين؟ للاب، كنائبا لمين؟ عن البشرية كلها في الخضوع لمين؟ لله الآب، حتى يكون الخضوع لله الكل في الكل. وضحت كده ولا تهتوا تاني؟ وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ دي نخليها للمرة الجاية. ليه؟ عشان هنبتدي في حتة تانية بقى. كفاية عليكم دي الحتة الأولانية، بس نخلي بالنا إن المسيح نزل من أجل خلاصنا، بس عشان يخلصنا مات وصلب وايه؟ وقام. يبقى احنا لو مش بنؤمن بقيامة المسيح يبقى احنا لسه فين؟ في الخطية، صح ولا لا؟ طيب اما احنا امننا بالمسيح وخضعنا ليه وعشنا معاه وملناش حياة ابدية، طب احنا هنسمع الوصية ليه؟ يبقى عشان كده يقول اذا كنا في هذه الحياة فقط نرجو المسيح فنحن ايه؟ اشكى جميع الناس. يبقى دلوقتي لا، المسيح قام، يبقى احنا كمان لينا ايه؟ قيامة. طب ايه اللي هيحصل في القيامة؟ يقول لك اخر عدو هيبطل الموت، وبعد ما يبطل الموت هيخضع كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، ما يبقاش فيه غير مين؟ المسيح وحده. المسيح وحده نائبا عن البشرية هيخضع لمين؟ لله الآب، لانه هو اخذ صورة جسدنا وقام بينا عشان نخضع كلنا لمين؟ لله الآب. واضحة كده؟ هسمعها المرة الجاية. يا معلش، هي حتة صعبة شوية. الإصحاح ده فيه ثلاث إجابات. أول حاجة الشهادة لقيامة المسيح، وقلنا شهادة لقيامة المسيح قالها في إيه؟ شهادة الشهود، وبعدين شهادة الكتب، وشهادته هو الشخصية. وقال لو ما قامش المسيح نبان احنا ايه؟ شهود زور. يبقى دلوقتي المسيح قام، لكن لو الناس مش هتقوم يبقى المسيح برضو ايه؟ ما قامش. طب لو المسيح ما قامش يبقى احنا بعد فين؟ في الخطية. ليه؟ لان اجرة الخطية موت، والموت زي ما مسكنا مسك المسيح، يبقى خلاص، يبقى المسيح خلصنا. لكن المسيح قام فخلصنا من ايه؟ من خطيتنا. طب اما خلصنا من خطيتنا نستنى الحياة الابدية. طب لو ما فيش حياة ابدية والناس يبقى احنا اشقى جميع الايه؟ ليه اشقى جميع الناس؟ لان الوصية صعبة، وبعدين بتخلينا نضحي بحاجات كتير على الارض عشان السماء. طب هنضحي بالحاجات الكتير على الارض ومش هنلاقي السماء، يبقى ده ايه ده؟ يبقى احنا اشقى ايه؟ جميع الناس. لا، المسيح قام، وطالما المسيح قام يبقى احنا كمان ايه؟ هنقوم. طب احنا اما هنقوم هيحصل ايه؟ اول حاجة هيبطل رئيس هذا العالم، وهيخضع كل الرئاسات والسلاطين والقوات. هتخضع مين تحت مين؟ قدمي المسيح، لانه بالموت داس الموت. اخر عدو هيبطل الموت، والمسيح داس الموت بالايه؟ بالموت. وبعدين هنبتدي نقوم. طب اما نقوم يخضع المسيح كنائب عننا كده كل البشر لمين؟ لله الآب.
حفظتوها؟ معنى الكلام ده ان رتبة الابن اقل من رتبة الاب؟ لا، لكن الابن تنازل واخد شكل الايه؟ الانسان، فهيخضع بصورتنا الانسانية لمين؟ لله الاب. لكن معنى كده بيقول انا والاب واحد. انتوا فاكرين لما جه فيلبس يقول له يا ارنا الاب وايه؟ قال له ايه؟ من رآني فقد رأى الاب. يبقى هو والاب ايه؟ واحد. لكن الابن اللي تجسد اخد صورة انسان فاخلى ذاته. طيب وما انتصر وقام وطلع للسماء هياخد كل المنتصرين، هو الرأس واحنا الجسد، ويخضع لمين؟ طب انا هسألكوا سؤال كده، المسيح اما كان على الارض كان بيصلي، كان بيصلي لمين؟ سؤال بقى، ها ليه بقى؟ لانه واخد جسم بشريتنا فبيعرفنا ازاي نتعامل. طب المسيح اما صام ليه؟ هو كان محتاج لصيام عشان يعلمنا ان احنا في الجسد لازم نصوم. طب المسيح اعتمد، هو كان محتاج لمعمودية؟ ده يوحنا المعمدان قال له ايه؟ قال له انت تأتي الي وانا المحتاج ان انا ايه؟ فهمتوا دي؟ يبقى كل حاجة كان بيعملها المسيح كان بيعملها عشان خاطر ايه؟ يقول لنا كده كما سلك ذاك هكذا ينبغي ان نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. يبقى هنا المسيح حط لينا طريق مستقيم نمشي فيه. اسمعها لكم تاني ولا خلاص؟ توبتوا؟ اتفضلوا نصلي.